أنا ماجدة، أنا الأخت العودة، متزوجة وعندي عيال جيكوب وجانا، وهم كل حياتي. أحب الحياة الصحية وأمارس الرياضة طبعاً، إذا خواتي الميانين يعطوني فرصة حتى أتنفس فيها. أنا فاطمة، مو يعني أنا مو أكبر واحدة في البيت إنهم بتم ساكتة، عندي وايد أشياء أقولها. أنا أحب الموضة، أحب أغير في شكلي وايد. أنا مو بستقر الحين، عندي وايد أشياء أسويها في حياتي، كفاية عندي بيبي. أنا أسماء، أخت المسالمة، أخواتي دائما يشوفونا كهادية بس بفاجئهم. أنا شيماء، عمري 17 وفي آخر سنة في المدرسة وبفتك. أنا وملاك وايد كلوز. أنا ملاك، أنا الأخت الصغيرة. شيماء is not only my sister, she's my best friend because she totally understands me. في الحلقة الأسبوعية الماضية كان الموضوع السائد عند كل الخوات هو عمليات التجميل، وسيطر على معظم حواراتهم، وفاطمة كانت بطلة هذه الحوارات بلا منازع يوم قررت خلاص تسوي عملية تجميلية للشن. على فكرة يا ماجدة، انت بعد لازم تسوي لك شغلة في وجهك يعني، بس الحين انا ملاك بنسوي وبعدين يصير دورك. فاطمة من زمان وايد وهي تتكلم بالموضوع، وكان شغلها الشاغل وامنيتها انها تسوي هذه العملية وتضبط من شكلها، وكل اصدقائها يعرفون بهذا الشيء من ايام الجامعة. زين، فبقول لك شيء، عارف ان I've been talking صدق من ايام الجامعة، حتى يمكن من قبل الجامعة I've been talking about this. You gonna do your chin؟ لا عن جد تحكي؟ صدق؟ لا درجة هالشيء الوحيد اللي كنت اتكلم عنه. ما دائما انت ماي تشن وماي تشن. شفتوا؟ موضوع قديم، حتى من ايام الجامعة كنت اتكلم عن ماي تشن. وينك ماجدة؟ سمعيني. يلا طيب مبروك. لأن شنو؟ اوكي مو دام انه احد في العائلة انه شوي تجرأ انه يروح بهالطريقة، انا قلت اي انا بروح اول. You know؟ That's very nice. إن اسم سابقة ما بيسويها أول واحدة. زين، the thing is أنا بعد نفس الوقت خايفة، يعني أنا صدق هالشيء أبين وبفتك منه. إن I want to have يعني أحس على أحلى على البداية إذا ما يكون فيها شيء. زين أنا oh my god I'm so excited. You should be. Sounds exciting. عارفين برا؟ نعم. لبنان. لبنان no way. إمتى راح تروحي؟ جرب. سوين لسه بس مو جرب. أنا لحد الحين ما بقول حق أي أحد، بس بقول حق my close friends. أوكي. ليش ما بيناس يحسدوني؟ فاطمة اللي ما تبي أحد يحسدها استغلت نقطة إن ملاك حابة تسوي عملية تخفيف وزن، واستغلت الموقف وقررت تسوي عملية للشن مالها. وعلى هذه الأساس خذت موعد مع الدكتور نادر صعب من لبنان، لكن قبل هذه الموعد لازم تسوي جلسة استشارية وأسئلة وأجوبة عن طريق السكايب. وأخيراً خذيت موعد يا دكتور نادر صعب. Oh my god. وبسوي كونسلتيشن وياه في السكايب. هلا دكتور. يا حياتي تمام؟ هلا شلونك؟ كيفك؟ شو اخبارك؟ ما اعرف اذا تفهم خليجي. انا بعثوا لي صورتك فاطمه مشيت. ايه ايه شفت انا هلا وشك حلو حياتي، بس انا ثانك يو بدرين عمل كذا شغلي مع بعضه. الدكتور نادر صعب هو اللي بيسوي عمليتي في لبنان. I'm so happy لانه هو مو بس انه اوكي دكتور تجميل، بس اشوفه في اليوتيوب، انا هيوج فان اوف هيز ورك. حياتي بدي منك تفرجيني صورتك بروفايل على صوت سايد. انزين ايوه بعد شوي. ايه هلا انا بقترح حياتي انه ينعمل لي كراينوبلاستي لانه وجهك حلو. عرفتي؟ ايش كنت ضحكتي؟ لان شنو انا كنت بسوي خشمي بعد ما ضحكت، بس انه بعدين يعني الحين ما يفوكسوها على الشن. انا حدي مستانسه الدكتور قاعد يقول لي اني وايد حلو ومحتى اسوي وايد اشياء، فهالشيء قاعد يرفع من معنوياتي ولازم اروح لها. ماي شن وايد صغير ولازم اما يتعدل يعني اما السيليكون او شيء، لانه انت شفت الصور وتحس انه ما عندي شيء، ف
فوايد مخرب على لوكي. مو بس كذي، يتجمع شحم هني في الشن، فكنا عندي سلايد. فهمت علي؟ فابي مور ديفاين. ما يدي بدنا نعمله هو ازاله العظم اللي موجود بالانف، لانه وجهك البيز تبعه كثير حلو. اوكي، عند مشكله بالانف، هاي المشكله بدنا نعالجها بطريقه تطلع كثير طبيعيه وما يبين انك انت عامله. اضافه لهيك عندي دقنك مثل ما عم بتقولي هو فايت للوقت، وهون الافضل نحط له امبلانت قلبه نخليه يظهر لبرا اكثر، لانه على السايد فيو بصير مبين اجمل. أيه. المشكله اللي عندك موجوده هلا الانف ظاهر لبرا والدقن ايه يعطيني شكلي كريه على صوب. ايوه بس بالرغم من هيك وجهك كثير حلو، يلي هو كثير حيساعدنا to get a beautiful and very natural result. هلا اضافه لهيك مثل ما عم لاحظ عليكي وقت ما عم تحكي او عم تضحكي you have gummy smile. اكتشفت خلال هذه الجلسة أن يلزمها أكثر من عملية بنفس الوقت في الأنف والشفايف والشن، والدكتور نادر حاول يشرح حق فاطمة أهمية هذه العمليات وتناسقها ويا بعض حتى يعطون نتيجة أفضل. نضحك ما لازم الشفة تطلع فوق الخط تبع السنين. أوكي، عم تطلع تبين القم من فوق، تبين اللثة يلي اسمها gummy smile which is not beautiful بالمبسم. اوكي، فلازم اكبر شفايفي؟ كنا في موضوع الشن، بس الحين قاعد يقترح انه اسوي بعد اشياء ثانيه. انا صراحه I'm not sure، لان الحين هم الوحيد يكون ماي شن. ايه مع انه ضحكت كثير حلو وصفيت، كنت بفضل العيد نحو أوصى بثلاثة ميلة بثلاثة مليمات. وإضافة لهيك جمالك يعني هو عن جد كثير حلو وبيطلع ريلي فيري فيديو ريزل، لأنه الباز كثير حلو. فاطمة سألت عن أشياء وايد، أهمها كان عن الطريقة اللي راح تصير فيها العملية، واكتشفت بعد أن إجراء العملية بهذه العمر هو أفضل توقيت حق هذا النوع من العمليات، ومن المفضل نعمله على هالعمر، ما ننطر كثير لأنه بعدين بيصير عندنا ساك سكن وبيصير في ترهلات جلد وما بيعود يزبط بالليزر، بيصير بحاجة لشد للعنق بنفس الوقت. هيك أنا بحبس إذا بدنا نعمل all in one at the same time. الحمد لله طلع قراري صح، والدكتور قال لي احسن شيء اسوي الحين قبل ما اكبر يعني ويترهل الجلد. هو بعرف هو ايش كثر بياخذ ريكفري اذا بس بنحط سيليكون. اذا بدك تحطي بالامبلانت بتشين يو هاف تو ثينكس، يو هاف اذا بدك تو كايند اوف امبلانت، يو هاف ذا انجكتبل وان وذ انجكشن وي كان دو ات، or you can do it with prosthesis by surgery. نعمل جرح من جوا ومن فوق الامبلانت. Okay. أو so easy نعملها بالقبض. كيف نحن بننفخ بالشفايف؟ كيف بننفخ بالقبض بقلب الشين. ويكون fillers ولا يكون implant؟ It will be like filler, which will work as an implant inside the chin. يعني الهدف هو خلق volume في الجن حتى تعبي هالجن شوي لبن. انا قريت عن وايد اساليب حق عملية تجميل خصوصا حق ماي تشن، والدكتور قاعد يقترح علي مليون أشياء وانا so excited، بس انا صراحة I still don't know what I want. يعني احتمال سيليكون، احتمال fillers، ان شاء الله اروح له ويكون ادرى. فينا خلي السيليكون وفينا نعمل الانجكتبل، بس الانجكتبل بيستمر كثير عرفتي، وفينا نعمل العمليه اثنين سوا.
بس انا اقول انه تشن والدبل تشن مجرد ما نعمل دبل تشن رح يبين ان تشن اطول وبنحط له السيليكون اذا بدنا. هو هاي الكيس وايد نسوان عندهم نفس المشكلة؟ وايد حريم نسوان ما اعرف بنات عندهم نفس المشكلة؟ يعني في cases women have this problem like me؟ يا there are a lot كثير في ناس عندهم هيدي المشكلة وهيدي المشكلة بسيطة وغالبا بتكون وراثية. ايه وراثة؟ انا بحبس انه تتم زيلة اللغلوخ او الدبل تشن على امر مبكر لانه بتكون الجلد بعدها تايت بعدها تشن ما صارت رخوه لانه كل ما انطرنا مع العمر كل ما ارتخت جلده وبعد زيلة الدهون بترحل اكثر وبنكون بحاجه عمليه شد رفقه مع عمليه زيلة شفط الدهون من الدهن. الاستشارة كانت وايد مفيدة وحين تحمست ان اسوي العملية اكثر. I'm preparing everything just waiting for your arrival everything will be so soft and so easy ان شاء الله. ما تخافي من هالاشياء لانه صارت جدا بسيطة وما بيلزوم ابدا تخافي. اوكي ان شاء الله. Thank you دكتور. Thank you على وقتك بعد عاد انت مشغول يعني. Thank you. Don't worry. Okay. Yeah. Okay. مع السلامة. تشاو. ما أعرف شو تقولون تشاو صح؟ Okay. Bye bye. صراحة أنا أحس روحي I'm one of Dr. Nader's fans وأنا وايد أحب شغل يده ما شاء الله عليه شاطر وبعد أنا وايد ارتحت له عقب ما كلمته everything is so fun وأنا I can't believe إن أصلا بروح عنده. خلاص. كذي. فاطمة رايحة العملية رايحة وهذا الواضح لكن هل ممكن يطرأ تغيير في اللحظات الأخيرة ولا فعلا راح نشوف فاطمة بمنظر جديد؟ نشكركم مشاهدينا على تفاعلكم معنا على وسائل التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر وإنستغرام ونقول شكرا حق نجلاء اللي سألت فاطمة عن عملية التجميل اللي تبي تسويها ونقول لها إن شاء الله في الحلقات الجاية تشوفين تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. تابعونا في الحلقة الأسبوعية الجاية بأحداث وتطورات جديدة بموضوع فاطمة وخلكم معانا يوم ورا يوم في يوميات حياة خوات. إنه بنشوف بالضبط شنو the next step يعني إحنا بس قلنا إيه بنسوي بس ما صار شيء تعرفين. أنا خاطر أقص شعري شنو رأيك؟